هي ليست أزمة بل معضلة يعيشها لبنان وما هي جديدة. هي معضلة من يسمون به مكتومي القيد، يعني هم الناس اللي ما عندهم قيد ولا لهم سجل ولا هويات في السجلات الرسمية، وما هم بلبنانيين وإن ولدوا في لبنان، بل بعضهم لبناني من غير هوية. هي فئة لا تنتمي إلى أي جنسية معينة، ممكن يكون فلسطيني أو سوري أو عرب من جنسيات مختلفة، ومثل ما قلت ممكن يكونوا أيضا لبنانيين، لكن ما عندهم قيد، ما عندهم سجلات. وما زاد من وطأة القضية وصعوبتها هو اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، كثير منهم غير مسجلين أساسا حسب الأصول لا في لبنان ولا في سوريا. هذا الوضع طبعا دفع بتقديم النائب جورج عطلة قانون معجل مكرر أمام مجلس النواب اللبناني من مادة وحيدة وواحدة، تتلخص هالمادة بعدم إعطاء أو منح مكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد الجنسية أو الإقامة اللبنانية تحت أي عذر أو ظرف، لا قضائيا ولا إداريا ولا حتى بموجب أي مرسوم جمهوري ولا أي طريقة أخرى بالكامل. وبالفعل بدأت لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني تدرس هالمقترح حتى تقره، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة اللبنانية بطبيعتها أساسا لا تمنح الإقامة ولا الجنسية لهالفئة من الناس. كانت الحكومة اللبنانية تسجل السوريين النازحين حتى عام 2015، لكن المشكلة تتعلق بالناس اللي جوا بعد هالتاريخ، وهذا هو اللي فجر أزمة بين المفوضية الأممية العليا للاجئين والحكومة اللبنانية. مشكلة هالناس اللي قيدهم مكتوم أو مكتوم القيد قديمة في لبنان، لكن مثل ما قلت تفجرت مؤخرا أكثر مع اللاجئين السوريين وزيادة أعداد المواليد السوريين. يعني ما شاء الله الواحد يكون عنده ولد فجأة صار عنده 2 3 4 5 6، وكثير منهم بدون هوية ولا حتى هوية سورية. طب إيش يسووا؟ يسجلوا مواليدهم في الأمم المتحدة بهدف الحصول على المساعدة الشهرية وقيمة 100 دولار، ثم تقوم الأمم المتحدة بدورها بتسجيل بياناتهم وإرسالها للسفارة السورية على أمل استصدار هويات لهم. لكن تبقى المشكلة قائمة اللي هي مشكلة مكتومو القيد. عن هالموضوع معي من بيروت السيدة بيرنا حبيب منسقة جمعية رواد الحقوق. سيدة بيرنا شكرا على مشاركتك وأهلا وسهلا بيكي. وأبدأ سؤالي معك بمشكلة يعني حتى أوضحها للسادة المشاهدين. مكتومو القيد بلبنان يعني نقدر نسميهم زي ما فئة البدون الموجودين في بعض مناطق الجزيرة العربية، ما لهم قيد، بدون أي قيد، بدون أي توثيق. هل هي نفس الفكرة تقريبا مشابهة لها؟ مرحبا، وأول شيء بدنا نشكركم على الاستضافة. نعم فعلا هن مكتومي القيد بلبنان، فينا نسميهم إذا بدك التعريف العالمي عدمي الجنسية. بس الاسم المألوف أكثر بلبنان هو مكتوم القيد، ولكن هن أشخاص لا تعتبرهم أي دولة اليوم يحملون جنسيتها، يعني ما بيحملوا اليوم الجنسية اللبنانية وإن كان لهم حق بالجنسية اللبنانية أكثريتهم، ولكن طالما هن اليوم لا يحملون هذه الجنسية وبالتالي هن عدمي الجنسية مثل ما هم حال البدون في دول الخليج العربي. نعم. طب كيف لهم الحق في الجنسية وما عندهم جنسية؟ لهم الحق في الجنسية بمعنى أنه اليوم القانون اللبناني، إذا نجي نطلع بالقانون الجنسية اللبناني يلي يعني بيعدد من له الحق في الجنسية اللبنانية، أو إذا ردك بالنظام القانوني اللبناني مش قانون واحد اللي بحدد من هم الأشخاص الذين يعتبرون لبنانيين، منلاقي المولود من قبل لبنان يعتبر لبناني، منلاقي الأشخاص المولودين في لبنان ومن أهل مجهولين أو من أهل مجهولي التابعية أو المولودين في لبنان وما قدروا يحصلوا على جنسية أجنبية، والأشخاص يلي بتطبق عليهم معاهدة لوزان يعني يلي كانوا عثمانيين عند نشأة الجنسية اللبنانية ومقيمين بلبنان، أو الأشخاص يلي كان عندهم حق يختاروا الجنسية اللبنانية، هول كلهم يعتبروا حسب النظام القانوني اللبناني لبنانيين. مكتومي القيد هن ناس ينتمون إلى هذه الفئات ولكن لم يحصلوا على الجنسية لسبب معين، كمان هيك حسب القانون يجب أن يعتبروا لبنانيين ولكن عمليا ما حصلوا على هذه الجنسية. طيب هو كونهم يعتبروا لبنانيين هل يحصل على يعني كافة الحقوق اللي يحصل عليها اللبناني اللي عنده هوية وسجل؟ لا للأسف لا، هن المشكلة الأساسية هي ما هو لبناني والحكومة تعرف أنه لبناني أساسا، حسب القانون يجب أن يكونوا لبنانيين ولكن ما صارت الإجراءات اللي بتخليهم يصيروا لبنانيين حتى يتمتعوا بالحقوق اللي بتعطيها الهوية اللبنانية، وبالتالي لا
إن ما عندهم حق، ما عندهم سجل مثل ما بلشنا، يعني ما عندهم وجود قانوني قدام الدولة اللبنانية، فبالتالي غالبية الحقوق ما عندهم إياها، عندهم إمكانية يمارسوا بعض الحقوق إذا قلنا بين هلالين، بس بموجب إجراءات استثنائية وإجراءات آنية منا بموجب القانون، مثل مثلا عندهم إمكانية يتعلموا بالمدارس الرسمية، ولكن هذا ما بموجب قانون، هذا بموجب تعميم صادر عن وزارة التربية بعد شغل انعمل مع وزارة التربية، يعني تعاطف من باب التعاطف لا أكثر. إجراءات دخولهم للمدارس. يعني هم مثل أشخاص موجودين وغير موجودين، غير مرئيين يعني. كانت موجودة غير مرئيين. هم غير مرئيين قدام القانون فعلا. طيب حاولنا احنا بصراحه هنا مع طاقم الاعداد مشكورا في القناه ان نعرف عدد الارقام، للاسف ما وجدنا اي ارقام مسجله او ارقام رسميه حديثه. هل عندك اي معلومه عددهم كم تقريبا؟ هذا السؤال من اصعب الاسئله اللي بتنطرح، لانه نحن عندنا مشكله فعلا بلبنان بموضوع الارقام، يعني الاحصاء الشامل السكاني الوحيد اللي صار بلبنان قرب يصير عمره 100 سنه 1938، وبالتالي الدولة اللبنانية ما عندها أرقام محدثة عن كل السكان، يعني عندها أرقام رسمية دقيقة، أكيد في دراسات بتنعمل من الإحصاء المركزي، دراسات بتعملها بعض المؤسسات، ولكن ما عندنا إحصاء سكاني شامل لبنان من كتير زمان، وأكيد هذه الفئة منا محصية بشكل رسمي. نحن بجمعية رواد عملنا بال 2012 دراسة ميدانية، يعني هدفها أنه ندرس ملامح هالأشخاص، يعني فئاتهم، تنوعهم، وين موجودين إلى آخره، من مال ومال تاني. كانت الهدف يعني هذا كمجهود تطوعي العدد. كمجهود تطوعي من طرفكم، حابين تعملوا إحصاء لهم؟ هي كان دراسة، كلفنا مركز دراسات متخصص يعمل هذا البحث. طب والنتيجة؟ وكان في كمان جزء منه تقدير العدد من 2012 لليوم، يعني إذا بناخذ العدد الكلي بال 2012 اللي هو تقديري مع النمو السكاني لليوم، نحن بنقدر العدد بحدود 50,000 شخص. هذا أكيد نحن ما عم نشمل معهم لا اللاجئين الفلسطينيين يلي هن فئة خاصة من اللاجئين وعدمين الجنسية، مش مشمولين بهذا العدد، ما عم نشمل أكيد النازحين السوريين لأنه هني منهم أساسا مقيمين القيد، هني كمان أشخاص سوريين وغير فئة تماما، وما عم نشمل الأشخاص اللي هني قيد الدرس اللي هي فئة خاصة بلبنان من أشخاص عدمين الجنسية ولكن عندهم سجلات عند الدولة اللبنانية وتعتبرهم الدولة اللبنانية أجانب، مع أنه هني ما عندهم. فإذا هل 50,000 هم لبنانيين وغير لبنانيين؟ هم لبنانيين ولكن بلا هويات. القسم الأكبر منهم هم أشخاص من إما من أصول لبنانية، ولكن هذه الأصول ما تسجلت بالأحصاء وما أخذت الجنسية اللبنانية تاريخيا، أو حتى من أباء لبنانيين ولكن ولاداتهم غير مسجلة. وفي قسم صغير اليوم عم يزيد هذا العدد من أهل أجانب غير سوريين، يعني من عمال أجانب بلبنان تزوجوا وأنجبوا أولاد ما سجلوا زواجهم أو ما سجلوا ولادات أولادهم بسبب إشكاليات الإقامة، لأنه حتى يسجلوا الأجانب عندنا بلبنان وقوعاتهم لازم يكون عندهم إقامة شرعية، وبالتالي هيدا عم بيكون عائق قدامي كثير، فعم بيزيد عدد أولاد المولودين من أهل أجانب مش مسجلين بلبنان. عالميا دائما فئات اللي خلينا نسميها فئات المهمشة أو الغير مسجلة أو الذي لا يتمتع بنفس الامتيازات، دائما بطبيعة النفس البشرية يكون إنتاجه أكثر من غيره، إنتاجه في المواليد، إنتاجه في الأبناء، بالتالي نسبة النمو السكاني تكون أعلى مقارنة بباقي أفراد المجتمع. طيب 50,000 تقديري، 50,000 في نهاية المطاف ما في خوف أنه ممكن يكون بكرة هذول قنبلة بشرية موقوتة؟ يعني الشخص ده هو قادر أساسا يتعلم بكامل حقوقه أو يتوظف أو يشتغل، طيب في نهاية المطاف هذا يترتب عليه تبعات قانونية، جنائية، أخلاقية؟ ما تم التفكير بهالمسألة هذه إنه كيف ممكن نحل مشكلة هال50,000؟ لو افترضنا إنهم بس 50,000 ربما يكون أكثر بكثير. هلا أكيد نحن يعني العمل يلي بلش على هيدي الظاهرة بلبنان بلشنا فينا نقول بكل تواضع، نحن كجمعية رواد الحقوق كنا أول جمعية حملت لواء هذا الموضوع كموضوع انعدام جنسية، بلشنا نشتغل عليه من حوالي 17 سنة إذا بدك. وقت بلش هيدا الشغل كانت الظاهرة يتيمة، ما كانت معروفة كتير، ما كانت عليها شغل لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الأكاديمي ولا على مستوى المجتمع المدني ولا حتى على مستوى المجتمع العريض، يعني ما كانت معروفة، ما كان في كتير شغل ولا حتى على مستوى الإعلام. أكيد من وقتها لهلا في تطورات صارت، نحن أسسنا مع مجموعة عمل بال 2012 مع وزارات، يعني اليوم هي المجموعة من 2012 لليوم بعد موجودة تجتمع دوريا 3-4 مرات بالسنة.
هي فيها ممثلين عن عدد من الوزارات، وهذا الشيء هو بادرة، نحن اعتبرناه بادرة كثير جيدة من الدولة اللبنانية انه بلشت تعترف بوجود هذه المشكلة. آه هذا نقطة كويسة، تساهم بالعمل على حل. جميل، هذا سيدة برنا نقطة جميلة جدا اللي ذكرتيها. انتم بتشتغلوا تقريبا من 17 سنة على الموضوع، معناته انه في تجاوب من قبل الحكومة اللبنانية لهالمسألة، ما في صحيح. تهميش لها او في غض النظر عنها. طيب 17 سنة لمسنا بداية تجاوب، صراحة بداية تجاوب، ولكن نحن اللي عم نطالب فيه هو انه في سياسة شاملة لهالاشخاص، انه هذه السياسة تعترف لهم بوضع قانوني معين يسمح لهم يمارسوا حقوق. وكمان نحن عم نطالب، نحن اليوم قدمنا على مجلس النواب العام 2021 اقتراح قانون قيد وثائق احوال شخصية جديد، بيشمل من بين كل، هو قانون متكامل لقيد وثائق الأحوال الشخصية يعني لكل الناس مش بس لمكتومي القيد، ولكن يشمل من ضمن الفئات اللي بيشملها مكتومي القيد حتى يصير عندهم وجود قانوني. جميل، هم الفئة 50,000 ولا غيرهم؟ كل الأشخاص اللي ما عندهم قيود اليوم. نحن هذا القانون الاقتراح في حال أقر راح يسمح أن يصير عندنا قاعدة بيانات وحدة أولاً. هاي قاعدة البيانات بتضم كل الناس الموجودين بلبنان، كانوا لبنانيين بنحط إنه هذا شخص لبناني، إذا كانوا أجانب بنحط أجنبي شو جنسيته، وإذا كان عديم الجنسية أو مكتوم القيد بنحط إنه هذا مكتوم القيد، لكن على الأقل بيصير عنده وجود. نحن بالتالي عم نطالب بسياسة وبإصلاح قانوني يسمح لهالأشخاص إنه يكون عندهم صفة قانونية معينة. هاي عم نشتغل كمان. طب إيش اللي يمنع؟ إيش اللي يمنع قانون لتحديد صفته؟ إيش اللي يمنع إنه هال50,000 والأكثر أو أقل إنهم فعلًا يحصلوا على حقوق المواطنة؟ وين العقبة؟ ما بقى هلا، في أكيد في مجموعة عوامل وأسباب بتأدي إنه لليوم بعد ما صار فيها السياسة نحن بعدنا عم نطالب فيها، لكن أكيد في كتير أسباب سياسية على قانونية على البلد قاطع اليوم بأزمة، وبالتالي ممكن يكون لليوم بعد ما صار فعلياً أولوية على الأجندة السياسية بلبنان. هذا شيء نحن كمان دائما طيب منطالب. أنت ذكرت الأزمة، هم كيف وضعهم الاقتصادي؟ هالفئة 50,000 كيف وضعهم الاقتصادي؟ يعني هل يعيشوا بحياة عادية متوسطة أقل متوسطة، ولا أن وضعهم للأسف سيء؟ هم نحن حسب دراستنا وحسب العمل الميداني اللي بنعمله، كمان نحن بنعمل كتير شغل مع الأشخاص مكتومي القيد بمجتمعاتهم، وعندنا شغل فردي كمان معهم كمساعدة قانونية. حسب عملنا أكيد النسبة الأكبر هي أشخاص يعني من الفقراء، إذا بدك، لأن موجودين بكل المجتمعات بكل الفئات الاجتماعية بكل المناطق، ولكن النسبة الأكبر نعم هي من الأشخاص الفقراء. وأكيد هي ما فينا ننكر أنه في علاقة كتير عضوية إذا بدك بين الفقر وبين انعدام الجنسية. يعني الفقر ممكن يسبب انعدام جنسية لما يكون مطلوب، مثلا إذا حكينا عن الأجانب أو إذا حكينا عن رجل لبناني متزوج من امرأة أجنبية، حتى يسجل زواجه ويسجل ولادة ولاده بده يعمل إقامة لزوجته، ولا ما بيقدر يعمل تسجيل الزواج، الإقامة كلفتها عالية بلبنان، وبالتالي لما يكون هذا في إشكالية في فقر بالعائلة ممكن يؤدي إنه ما يقدروا يعملوا تسوية أوضاع وإقامة للزوج، وبالتالي ما بيسجلوا الزواج. نفس الشيء إذا كان في عندك مثلا رجل لبناني متزوج من امرأة مكتومة القيد، بيقدر يسجل زواجه وما بيقدر يروح على الإدارة يسجله ويرفع دعوة قدام القضاء. منا صعبة، منا معقدة، ما بدها محامي إجباري، ولكن أحيانا أكيد في عندك وراء بده يأمنها. في أحيانا الناس ما بيقدر، نعم في تكلفة، يعني في تكلفة لازم تدفع، بحطوا محامي وبالتالي في تكلفة. فالفقر بيؤدي أحيانا لانعدام جنسي، وأكيد انعدام الجنسي بيؤدي كثير للفقر، لأنه مثل ما قلنا إنه صحيح إنه بيتعلموا ولكن فرص العمل تبعيتهم كثير أقل بكثير. طيب يعني هذول القطاع العام حتى القطاع الخاص كثير، يعني بس يعني تكلمنا عن 50 القطاع الخاص اللي كمان بيتعرضوا لاستغلال، بيتعرضوا لتمييز بالعمل، وبالتالي كمان رواتبهم بتكون اقل من غيرهم. يمكن كمان هيك كمان هن بيصيروا اكثر واكثر بنشوفهم ضمن الفئات الفقيره. ونفس الشيء ممكن ينطبق على مثلا الفلسطينيين الغير بدون هويه والسوريين، نفس الشيء نفس المعاناه. طيب من هو الاكثر؟ يعني هو الوجود القانوني اساسي لتقدر تمارس كل الحقوق بشكل طبيعي، وتقدر تكون كل هالناس عندها طاقات كتير وعندها إمكانيات كتير، ولكن للأسف ما فينا نستفيد منها كما يجب، لأنه ما عم نقدر نفعل هذه الطاقات، ما عم نعطيهم الفرص حتى يفعلوا هذه الطاقات، وبالتالي أكيد حيكون عندهم معاناة، ما عم بيكونوا أشخاص عن جد قادرين يعطوا كل اللي عندهم للمجتمع. نعم، صورة واضحة. سيدة بن حبيب، شكرا على مشاركتك معنا، كنت معنا من بيروت.